المطلوب منا أن نمثل المعادلة التالية على الرسم البياني، وهي y تساوي x تربيع ناقص x ناقص 6 عن طريق تعيين 6 من النقاط. دعونا نقوم باختيار x واختيار y بالنسبة إلى هذه العلاقة. إذن دعونا نجد قيمة y إذا كانت مثلا x تساوي سالب 3. عندما تكون x تساوي سالب 3 تكون y سالب 3 تربيع تساوي 9 ناقص الناقص 3 تساوي زائد 3 ناقص 6 وتساوي 6 وتساوي 6. ثم لنأخذ النقطة الثانية وهي سالب 2. سالب 2 الكل تربيع تساوي 4، 4 ناقص الناقص 2 تساوي زائد 2 ناقص 6 ناقص 6 وتساوي 0. والآن لنأخذ النقطة سالب 1. عندما تكون x سالب 1، سالب 1 الكل تربيع تساوي 1، سالب سالب 1 زائد 1 ناقص 6 وتساوي سالب 4. ومن ثم 0، 0 تربيع تساوي 0 ناقص 0 ناقص 6 وتساوي سالب 6. والآن النقطة 1، 1 تربيع 1 ناقص 1 تساوي 0، وإذا ناقص 6 ستكون النقطة ناقص 6. إذا الآن سنأخذ 2، 2 كل تربيع 4 ناقص 2 تساوي 2 ناقص 6 تساوي سالب 4 تساوي سالب 4. الآن النقطة 3، 3 تربيع تساوي 9 ناقص 3 ناقص 6 وتساوي 0. إذن y هنا تساوي 0. سأستخدم لون غامق الآن، ولنعين النقطة الأولى على المحور، وهنا يوجد لدينا محور x وهنا محور y، ودعونا نمثل النقاط. إذن دعونا نمثل النقاط سالب 3 و 6 هنا، ومن ثم سالب 2 و 0 هنا، سالب 2 و 0 هنا، ومن ثم سالب 1 و سالب 4، سالب 1 و سالب 4 هنا. حسناً، وهكذا، ثم صفر وسالب ستة هنا، ومن ثم واحد وسالب ستة هنا، واحد وسالب ستة هنا، ثم هنا سيكون اثنان وسالب أربعة، اثنان وسالب أربعة، ثم ثلاثة وصفر هنا. الآن يمكنك أن ترى ذلك، إننا سنحصل على شكل سيبدو هذا الشكل كأنه على شكل حرف U. لذا دعوني أقوم باستخدام الرسم هكذا. سأرسم الشكل ويبدو هكذا، يمكنني رسمه أفضل من ذلك. إذن قدر المستطاع سيبدو هذا الشكل كحرف U هكذا. نستمر هكذا لنحصل على شكل حرف U، وهذا هو الشكل الحرف U، وهذا ما يسمى بالقطع المكافئ، يسمى بالقطع المكافئ. وفي المستقبل سنرى طرقا أفضل لتمثيل هذا القطع المكافئ، لكن من الجيد أن نرى، من الجيد أن نجرب قيم X و Y.